ما زالوا يدعون بالعبيد في عصر تهاوت فيه أكبر الصروح شموخا في العالم. معاناة كبيرة وصور كثيرة من صور اضطهاد الإنسان لأخيه الإنسان واستخدامه واستعماله كما تستعمل الآلة الصماء. وكان لا يحق لهم امتلاك الأراضي، بل يعملون عادة لدى الإقطاعيين. هؤلاء يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع العراقي، ويتواجد أغلبهم في البصرة جنوبي العراق. كان الأسود وما يزال يعامل معاملة إقصاء، معاملة إقصاء وتهميش من الناحية الاجتماعية ومن الناحية السياسية. فكان الأسود وما يزال ينظر له نظرة العبد ونظرة الدونية التي أورثها موروثها من السابق ولغاية الآن. فينظر إلى الإنسان الأسود أنه أقل قيمة وأقل أهمية، وكأنه حملا متروكا لا أحد يعيره أي اهتمام. حتى السياسيين، حتى الكتاب، حتى الباحثين لم يعطوا الإنسان وقضايا الإنسان الأسود أي أهمية. أنا أكون يعني ها عبد، ها أسود، لاك احترام ماكو، تقدير ماكو، وترجع أكثر شيء على من؟ على العوائل الكبار نفسها. مثل الحين ها الجهال يركض وراك، ها أسود وما أدري شنو هالسوالف هذه، مو حلوة يعني هذه صراحة. التسميات اللي عادة تطلق تجاهك ومن البيض دائما عبيد بعد، يعني أكثر الحكاية الماشية وأنا هسه بالقرى السايق، كل ما شوية صار حكي بيني وبينهم رأسا قال ها امشي أنت كلك عبد. يا أخي احنا كنا عبيد الله، لكن ماكو عنده غير كلمة عبد امشي أنت وناك شنو؟ يعني مثل أبسط شيء، أمس أنا بقراج بغداد، أمس جيت من بغداد والسرق لي، يقول لي هم أسود وهم خابص روحه. زين يا ابو اسود خابص روحه زين شلون بالله؟ قول لي ربكم ابيض انا ربي اسمر. يعني يعني بد مصطلحات ما شلونه والله العظيم تعجب يعني. صدق لما نجح اوباما هم احنا طموحنا تمنينا قلنا هاي يعني نتمنى يعني يوم من الايام يصير عندنا رئيس او مو يعني رئيس دوله باي منصب يكون اسمر.